عقد قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023. جاء ذلك على هامش فعاليات المعرض وفي إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة. في إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع القوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة، وعلى هامش فعاليات اليوم الأول للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية إيدكس 2023، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة بالمعرض، حيث التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية مع قائد القوات البحرية اليونانية وآمر القوة البحرية الكويتية وقائد القوات البرمائية بهيئة الأركان البحرية الإيطالية ووزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس مجلس إدارة شركة نافال جروب والوفد المرافق له. كما التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية مع كبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلاً عن قائد القوات الجوية ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية ونائب رئيس شركة ليوناردو هيل الإيطالية ورئيس مجلس إدارة شركة MBDA الفرنسية والنائب الأول والمدير التنفيذي لشركة روسابرون إكسبورت الروسية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي. كما التقى الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر وقائد قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية ورئيس أركان القوات المسلحة الجيبوتية ورئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن بالسعودية وأفريقيا ورئيس أركان القوات الجوية الرواندية. فيما التقى اللواء كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة مع رئيس الإدارة اللوجستية للقوات الجوية الإيطالية ممثلا عن قائد القوات الجوية وكبير مستشار رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط ومساعد وزير الدفاع الصربي للموارد المادية. تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض، كذلك سبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات مما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.